كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابي الأربعاء أن الخدمة الإلزامية تبدأ من عمر 18 عاما وحتى 35 عاما، ومدتها تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات. وقال عضو الأمن والدفاع مهدي تقي أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الخدمة الإلزامية للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، مضيفا أن الخدمة الإلزامية ستخفف من التضخمات على التعيينات بوجود أعداد كبيرة من العاطلين. وأشار تقي إلى أن رواتب الجنود الجدد ستكون مساوية لرواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.